الورق عن بعضه تقريبا أخذ نص ساعة معي انا في الاستوى بنصفي المية وبنقيم العصب في النص لانه هذه منطقة كتير كاسة ممكن نعمل فيها العصب هذا نعمل فيه شوربة او نعمله مخلل نوضع على صينية الكيكة أو أي صينية متاحة عندكم بالبيت مثل ما انتم شايفين كيف احنا بنرص وبنوضع بالأوسط أيضا مشان يكون كله متماسك نوضع صلصة الطماطم حسب نظامكم الغذائي بتعملوا صلصة الطماطم طبعا بدون سكر نوضع الجبنة أيضا الجبنة حسب نظامكم الغذائي نوع الجبنة والشاورما أنا حوضع الكرابة الشاورما في صندوق الوصف طريقة كتير بسيطة وسهلة وطعم روعة ممكن نوضع كفتة نوضع شاورما نوضع مرتديلا لانشون باسترما شو بتحبوا توضع حسب المتوفر عندكم نوضع صلصة الطماطم نوضع الجبن وبنوضع الشاورما نضع ورق الملفوف وبنسكرها هي طريقة كتير بسيطة وكتير طعم كتير روعة ممكن احنا ناكلها مع الليمون أنا بصراحة انا بحبها مع الليمون نضعها بالفرن نضع على الوجه صلصة طماطم وبنضعها بالفرن عشرين دقيقة درجة الحرارة 200 درجة مئوية ممكن بعد النضوج ناكلها مع الليمون كتير طعمها روعة مع الليمون وهذا هيك شكلها النهائي هي سخنة ولكن فرجيكو اياها كيف شكلها من جوا كتير هي روعة ومميزة كتير وطعم كتير بصراحة روعة وجربوها مع الليمون في امان الله تزورونا بوصفة جديدة شكرا كثير لكم اتمنى الاشتراك بالقناه واذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامه